تخاف، لا تخاف طريف، أنا متفق أنا والمتعهد أبو نضال على كل شيء، يعني الكلام اللي بدي أقوله أنا رح يقوله هو كلامي وكلامه متطابقين مع بعض، بس أنتوا أهم شيء ما تنازلوا لا على المواصفات ولا على الكلفة التقديرية للمشروع، اللي حاططها أبوك، وبهيك حالة الشركة تبعنا ما بتعود تنفذ المشروع، أنا اللي بنفسه. بس مثل ما اتفقنا أستاذ مهدي لازم يكون اسم الشركة مليح ولا بابا ما رح يوافق. إيه علينا، قلت لك عندي شركة وشركة اسمها مثل البرلنت كمان. أستاذ مهدي بدي أطلب منك طلب ومستحي. الله يسامحك، مستحي مني؟ أنا بطلب إيد أختك سوزان وبدي منك تساعدني لتقبل. ليش هي مانا قبلانة؟ قلعتني من مكتبة تقليع وما ردت تسمع ولا كلمة. ليش شو كنت بدك تقلها؟ الحقيقة بدي أعتذر منها لأني خليت فيها، بس صدقني كانت الأمور صعبة والظروف أقوى مني. هكا الأحوال بسمع ظروفك وبعد منها بقرر إذا ممكن أدخل واسطة بينك وبينها.